السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الكريب مطلاسي جا عاوتاني وجاو الوينات واحد كنخرين فيه الوينات جداد طلبهم طلب بزاف صراحه ما كاينش فيه شي كميه كثيره دابا حتى ورا العيد ان شاء الله غير غادي يدخل عاد غادي يدخل يعني استافدوا خذوا دابا اللي ناويه تاخذ تفكور كادو ولا شي حاجه لصاحبتها ولا العكوسه ولا الماما ولا شي وحده عزيزه يعني تاخذوا من دابا لا طومبي ديالو ها هو اختي كيفاش داير العبار ديالو 2 متر و50 على متر و50 الثمن ديالو من 7000 ريال ل 3000 ريال كريب ماتلاسي تا هو راه ب 7000 ريال شحال صار الثمن 200 درهم السعر. أنا قلت 3000 درهم. لا 200 درهم السعر. 200 درهم. لا 200 درهم السعر. أنت ولفتي 300 درهم. هذا راه كادويات ديال الكليان ديالنا خويا بالمناسبة ديال هاد العواشر هادي والأزمة وما كاين ما يدار نعاود نسرح لكم حتى هذا تشوفوا. يعني هذا كيصلح للدار النبات تقدر ديري به أختي حتى المسلول. ديري به هذاك قفطان طروس كشيطة إلا بغيتي ديري به أختي راه كاين نعطيوك 6 متر. تبغي تجي ليه الماحل راه مرحبا وعرف مرحبا حاجه واحده ملي كنكونوا دايرين تخفيض بحال هكا يعني بياسه راه تقريبا براس المال ديالها راه ما كيكونش تبدال ما نديروش لكم حيت ملي كنبدلوا لكم كنوليو ضايعين خاسرين بزاف علاش كنعاودوا نصيفطوا لكم انت هي كتصيفطيها ب 50 درهم حنا كنصيفطوا ب 50 درهم بحال هكا الامانه كتربح معنا 100 درهم واحده اخرى يعني كلشي في الصالح ديال الامانه القضيه ديال التبدال اختي الا صيفط لك شي واحد حنا نخلصوا الي وروتو الا صيفط لك ثوب ثقوب فيه شي طبعه نقص في العبار اللون باش هو هذاك إيه اختي ديك الساعات على الراس والعين اما باش هو اختي طلبتي منه الشيبي وصيفط لك الشيبي ملي كيوصلك للدار كتبدلي الراي ديالك كتجي شي وحده كتقول لك هذا الشيبي ما غاديش يجي معك بدلي كتعيطي لينا كنبدلو لك ماشي ما كنبدلوش ولكن راه انت هي كتمحني اختي راه كتمحني سير اون بالي دير البوسطات شدي النوبه يعني دابا خذي القرار ديالك لوين اللي باغا وهذيك اللي غادي تشاوري مع اختي تشاوري معها قبل ما تشري يعني باش هي تشري تشاوري معها دابا وهي تختار لك اللوين وبالصحه والراحه انت ما تمحنيش وحنا ما نتمحموش يعني كيكون علينا ضغط بزاف وما كان يعني يلاه رضيو هذاك الكليان اللي باغي كوموندات واحد اخرين ولكن كنقول لك منين تكون الفالطه ديالنا حنا اللي كنتحمل المسؤوليه ديالنا الي روتور نبدلوا لك الثوب ونخلصوا لك هذاك منين غادي تصيفطي ونخلصوا لك منين غادي نصيفطوا لك حنايا ونصيفطوا لك كادو واحد اخر كاع باش نتصالحوا معاه لا بالنسبه للون لا بالنسبه للعبار لا بالنسبه للكاليتي ديال التيشي لا بالنسبه لكل شيء ها هو الثمن كنقول لك 200 درهم وبقات فيه كميه قليله بقات فيه بزاف موطار البلو رويال هو هذا الموطار مغلق الله يرحم بها الوالدين ديما الجيم والبارطاج ولا عندك شي راي اختي بديه لينا في الكومونتير هنايا سوا زوين ولا خايب يعني كيهمنا الامر ديالكم بزاف حيت الاهتمام ديالنا الاول والاخير كيبقى الكليان ديالنا نتوما الحاجه اللي عجباكم راه غادي نستمروا فيها واللي ما عجبكمش اختي راه غادي نحيدوها من غدا هو كومونتير اختي شي حاجه ما عجبكش مثلا نهضروا مثلا من غدا غادي نحيدوها تلقاها شي بريمات كاع وما ولاش كدار شي حاجه اللي عجبكم غادي نوليو بالعكس نطوروها ونزيدوا عليها شويه ديال الكمون والملحه وندردروها بشويه هاك ما كرهتش تزيد تقول لي التفاصيل وتشرح اكثر اسمح بالنسبه للاسئله اللي كتطرح كليان ما كرهتش تطرح السؤال نيت على نفسك وتجاوب على نفسك والله سيدي بالشعيب انا ما كرهت تسولني نتايا دابا مع الراس عامر اي حاجه تفكرتيها قولها لي انا دابا راه بحال تقاداويه دابا غير بالنسبه للكليان الجديد اما بالنسبه للكليان تاع القديم وداك الشيء ما عندناش معاه مشكل هذاك ولا كيف كنقولوا عنصر من العائله ما كنختلفوش معاه غير بغيت نقول للكليان على نهار كيتطرح هذه الاسئله كنلقى ديت لي في كومونتير وشنو الثوب هذا واش كيصلح واش فيه العبار والثمن ديالو وكيفاش بغيت تدخل ليا في التفاصيل هذو الطريقه كيفاش نشري الطريقه كيفاش نلبس بغيت خياط نبغيك تدخل ليا تعمق ليا في هذا الشيء يا سي بشعيب هذه الكلمه اللي قلتي صراحه على حق 100% حيت العائله ديال رميساء غدا وكتكبر ويوميا كنتعرفوا على ناس جداد في السوشيال ميديا في الافتراضي وكنعترفوا كنتعرفوا على ناس واحدين اخرين هنا في المحل كيجيو عندنا اصلا هي كيف قلتي دابا على ذكر كنتعرفوا رميساء ولات الناس اصلا ركن للتعارف يعني ركن للتعارف السي ايه ولينا نتقاسموا حوايج اخرين بلا بيا واش راه سي بشعيب يعني الانسان ملي كتجي كبدا تحكي لك على التفاصيل ديالها على شي مشكل عندها كنعاونوها مثلا نبردوا عليها نحزروها نفهمشي نعطيوها الحلول ما كاينش المشكل حنا راه عائله بصح بالنسبه للناس الجديده خويا بشعيب حنا راه كاينين في شارع افغانستان الحي حسني حدا الباب ديال الجامع ديال العيالات
مثلا الا ما عرفتيش تنعت لا غادي تاخذي نمره من هذيك النوامر وغادي تصيفط ليه اوديو. عافاك صيفط ليا لوكاليزاسيون جيت لعندك، غيصيفط لك لوكاليزاسيون جيت لعندك. اسمح لي على الطريقه اللي ديال النوامر اخا، اسمح لي شحال من كليان اللي تعني كتشوف الفيديو من كتعرف كتقول لي النوامر وما كتعرفش النوامر فين كاينين. هي حدا كتشوف غير الفيديو وكنلقاها نيت كتسول وشحال الثمن وفين هو، مع من غنتواصل انا بغيت نشري راه ما بانوش ليا النوامر، كيفاش غدير تشوف النوامر؟ ولا نفكر بشي طريقه اخرى بدا ديرهم في المينياتير، ولا المهم خاص شي حل يكون واضح، حيت كون ماشي كلشي كيعرف اسمح محمد، ماشي كلشي كيف كنقولوا قاري، ماشي كلشي نبغيك توضح اكثر، وحنا كنخدموا مع جميع الطبقات يعني القاري واللي ما قاري. داكشي اللي كاين اخويا بشعيب، دابا نشرح لهم هاد القضيه هذه ديال النوامر. فعلا الناس بزاف كتلقى مشاكل، وكاين الناس عيالات كبارات بحال مواتنا ما كيعرفوش يدخلوا الواتساب، ما كيعرفوش يقيدوا، زيده من الوالده ديالي انا كنوريها الموات قدام راه ديما كلهم بحال هكاك، عقليه واحده اخويا العالمي باقي النيه باقي ما كيعرفوش. راه هما اللي قراونا اسمح ما تنساش ما تزباليش. لا سي بشعيب هما اللي قراونا، هما اللي عدوا الجيل كامل كيعرفوا على الواتساب. سي بشعيب ما عندهمش مع التليفون، ما عندنا مشينا التليفون بغا يشريها ليا معاهم ها التليفون ها الواتساب ها الفيسبوك، كيعرفوش يدخلوا فيسبوك ما عندهمش معاها اصلا. هي اصلا داخله والله لا باش الشركه تلقاها كاع ما كتنافيكي اخويا، باش يمديك النوع اللي كتبقى تفرج مثلا في اليوتيوب بزاف، داخله باش تشري وتخرج بحالها. داخله اختي باش تشري مثلا ما كتعرفيش النويمرات، راه كنخليهم في اول كومونتير، تقدر تقرا التعليق تلقاهم في اول كومونتير. ويلا كنتي كتعرفي صندوق الوصف راه غادي تكليكي على ديك المثلث، غادي يخرجوا لك النويمرات ديالنا كاملين. ويلا كاع اقتضى الحال هاد جوج حوايج ما لقيتيهمش، غير كتبي في الكومونتير بغيت النمره، راه الدريه كاينه وحده اخويا بشعيب على باش تكون في العلم ديالكم حتى نتوما، راه وحده خاصه دابا جبناها باش ترضي الكليان، كتجاوب غير على التعاليق ديال الكليان. يعني اي حاجه تدور لكم في بالكم راه لي كومونتير كما كتلاحظوا كلهم ولا كنجاوبوا الناس، يعني شحال هذه ما كناش كنستطاعوا نجاوبوا، حد الدراري كلهم كيكونوا مشغولين في الواتساب. دابا الا عندك حتى شي حاجه اختي راه غادي تصيفطي في يعني غير كومونتير غادي نجاوبك اختي. هاي اللي بغات 3 متر اييه هذه نسيناها سي بشعيب، الا بغات 3 متر 240 درهم غادي تجيها. يعني بزاف السي بشعيب غادي نكمل لك هذه النقطه ونمشيو للتكشيطه، كطرا لا في المحل هنا لا في الانترنت، كتجي كتقول لها بغيت 3 متر وكتمطي لك 200 درهم، كطرا لك السلعه على ياك السي بشعيب. اييه اختي لا دابا كنقول لك راه 2 متر 50 هي اللي ب 4000 ريال، حيت هاد علاش حنا ديما كنصوروا 2 متر ونص، حيت 99% ديال التوابات كيتباعوا 2 ونص، هذاك علاش ما كنديروش 3. و الا بغيتي 3 راه ديك الساعه 240 درهم 3 متر، و الا بغيتي 6 متر اخويا بشعيب ولا 10 متر راه كاينه، راه كتقسمي هذيك 200 درهم على 2 ونص كتخرج لك 80 درهم المتر، ديك العدد ديال المتريات اللي بغيتي راه كضربوا في 80 درهم. الا بغيتي حتى 62 52 72 الا قال لك خياط بلا ما تاخذي 3 الضعافيه فيها ماشي مشكل، راه نعطيوها لك اختي. سؤال واحد اخر واللي بغات تبدع قالت لك انا ما بغيتش هذاك الشيء، بغيت نخرج بغيت ندير شي حاجه ديالي لراسي، شحال غتاخذ في العبار وشحال الثمن مثلا؟ زعما كنصيحه من عندك حتى يعني الكليان كيتيقاو داك الشيء في راسك، يقول لها الخياط 6 متر ولا يقول لها شي تقول لها صاحبتها 6 متر ما غاداش تيق، ولكن بغات تسمعها من عندك اخا اسمح لي خويا بشعيب. دابا على حسب لا كوب اللي باغاها السيده، حيت كاينين شي فصاله راه في التكاشط راه كيهزوا 12، انت براسك اليوم بعتي وحده فيها 12 متر وباغا ديك لاطخين وكتجار بحال هكا غاده وكتجار، كيديروا هذيك لاطخين بحال ديك الاميره البرنسيسه الملكات هي الملكه، وكاينه اللي ما كتبغيش دير الفتحه عاوتاني بشعيب كدير ما كديرش فتحه، علاش هي فتحه كتاخذ 4 متر ونص باش كتمشى على خاطرها، ما مشيش كتنقز الا خدات 3 متر. تخيل لي مثلا خدات 3 متر وما دارش فتحه كاع راه غتمشي بحال كتنقز ما غتمشاش هذاك علاش كياخذ للخياط 4 متر ونص باش كيخلي لها التحت يعني التمراح كتخلف بهذا المصطلح تخطو على خاطرها ولا بغات طرز وتنبس يعني تضمن ليها ما تخسرش فلوس يعني خويا بشعيب. اي حاجه كنقولوها للكليان يشدونا من اللسان ديالنا، الا خسر لك تشنتف لك تحبب لك بهات لك غادي تجي عندنا اختي، ما كنتيش قدرتي تجي عندنا حنا المحل هنايا دوي معنا تواصلي معنا في الخاص، راه النوامر عندك كيما شريتي حنا راه ما كنتسيفوش على الكليان ديالنا، كنبقاو مسويفين الجلابه. دابا خويا بشعيب انا نعطيك اول كليان شريت مع اتوبر ميساء شنو شريت، مازال غادي نخصو حلقه خاصه بهذه خويا بشعيب. غنجبد اول كليان شريت من عند اتوبر ميساء وشنو شريت واش وامتى شريت واش مازال كتشري ولا لا، الهيستوريك كله غادي يكون عند الكليان. ومازال غنديروا واحد القضيه اخرى خويا بشعيب راه خدامين عليها لابليكاسيون، ديك الطوب ديال الكليان 10 الاولين راه كنديروا ليهم لي كادو بحال هكا ديال لي كادو. مازال غنديروا ليهم فيديو ان شاء الله نوضحوا لهم ديك الشيء راه في الشفافيه والمصداقيه، كادو ديال 500 درهم قسيمه شراء ديال 1000 درهم تشري بها اللي بغات هي ديال التوابل. وهادو عاوتاني هاد اللعيبه اللي درنا اللي قلنا دابا ماشي غير يعني خاصه غير اشتري، كاين واحد النوع من الكليان يعني تاهما اللي كنشوفوا ديما كنلقاو يعني متتبع وديما وافي وديما تعالق والاراء ديالو تاهو كذلك، هادو تاهما عندهم كادو اخر يعني تاهو قسيمه شراء النص ديال هاد الثمن اللي قال دابا اسمح لي. ان شاء الله خويا بشعيب دابا غادي نخصوا لهم تاهما شي وقيته، دابا بحكم الضغط والدرك ديال الخدمه ما نقدروش نديروها لهم، ولكن غير تخف شويه ان شاء الله
راه حنا معاهم في لي سولد والتخفيضات والكادويات وكل شيء ان شاء الله عاوتاني ان شاء الله باذن الله. هذا الكريب هذا باش كلمه الاخيره اخويا بشايب راه ما بقاش يعني هذا الشيء هو الاخراني حتى ورا العيد عاد غادي يدخل. كاين بزاف ديال العيالات غادي يخليو حتى قبل العيد بحال 3 ايام 4 ايام غادي يجيو يشريوه كادويات. كنقول بغيت يشريوه دابا استافدوا اختي وحطوه في الدار ونهار يومين قبل العيد 3 ايام بلا ما تخرجي انت كتكون موجده الكادو ديالك تما. وإلا خرجتي اختي راه غتلقاي الوان قلال والتويبات راه ما كاينش يعني راه حتى ورا العيد. خدي دابا اختي بالصحه والراحه وتقطعي وتعاودي. رمضان كريم. رمضان كريم.